اجت الرزقة يا سيمو. الله يحرمنا من دعاويك يا أم النور ويخلي لنا ياكي. هذا هو الشغل. طولوا بالكم طولوا بالكم بعد هي بعد هي. لك شو شايفين هوب هوب هي. لك نزل نزل يا معلم. بعد هي. شوفي على عرضك يا معلم، والله متاخر وعندي موعد. طلعني معه. الله يخليك، وانا مستعجل اكثر منك. مشان الله امي عندها عمليه. بوس ايدك يا شباب كله فضا. خلصنا انت ويا لا تجننوني. ها اسمعوا كلمتين. هاي السياره بتسع بس خمس ركاب، اثنين قدام وثلاثه ورا. صفوا بالدور خمسه خمسه. يلا لشوف. يلا يلا بدون عياط بدون عياط. ما راح يستر عرضه. طلعني يستر عرضه. ما راح تزوق على دكتور. انا خليني لحين امي لك. بعدوا يا شباب. اوعى هي عملكم بعدوا على السياره. ما باخذكم. ها ما باخذكم. بعدي 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 الو بعدي بعدي بعدين بعدي بعدين بعدي. شعلك شعلك على ورا. افتح حليش قلبك. شو ما سيدي اول باشتان انا بدي على الراكب 100 ليره. لا والله 100 كثير يا زلمه. مو بس كثير معلم، كثير كثير. خلاص خلاص ماشي. يلي اول شرط اخر سلامه. ما بدكم خليكم منوعين بالشمس. انا رايح سلبناها عليكم. روح بالله طول اشرح مثل امس. بعدك يا بصير بعد 100 100. خلاص خلاص مثل ما بدك. ماشي بس انا في شغله لسه ما لها عجبتني. تبي صالح صاعد بدي اسمع صوت الخطه اللي عندي لهون. صالح صاعد رتلا ثلاثيا رتلا ترادف. مين منكم مؤسس اضافيره؟ كلكم قاصينهم؟ ماشي سيب. شو بيقولوا لهم لما بتنزلوا ايدهم؟ عندي. اثبت. برافو عليكم. هلا بما انه كنتوا منضبطين وعم تسمعوا الكلمه قررنا انه نطلعكم نوصلكم على بيوتكم خمسه خمسه بس حسب التسلسل التالي. الاطفال والنساء بما انه ما في عندنا غير ثلاث نسوان وطفلين. ثانيا حضرتك وحضرته بما انه امك عامله عمليه والام غاليه. ثانيا بما انك مرتك عم تولد وان شاء الله بتقوم بالسلامه. ماشي. تبي وانا لك يا وسيم. شو انا يعني شايفني انت بهالورطه هلا بدل ما توقف جنبي؟ بس جماعه ناطريني تاخرت. انا ما بقدر سيطر عليهم لحالي يا وسيم. انت لازم تساعدني ولو عشرة. انا وياك جايين من الشام لهون سوا. قوم لم الاجره. حاضر معلم. يلا شباب ميات ميات ميات. يلا عمليات توليد. يلا ميات ميات. اتحاد نسائي تفضلوا. يلا يلا الطابع الثاني تفضلوا. ميات شباب ميات. الاجره الاجره. شغل لي السياره. حاضر. الى الوراء دور. تمرين التاسع خد وضع. لا تاخروا علينا معلم. ولا يهمك. يلا احنين 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 الى الامام سر احنين. هلا بالنسبه للمكيف في عنا تلفزيون ما عنا مسجلة فيه. شو بتحبوا احط لكم؟ عربي طلياني اجنبي سبعويان؟ شو صار معك؟ شو بده يصير يعني؟ سكر بوشي. بعت لهم هم على هالعادة. رجعي تصليب ابو ليلى اوان. مرحبا. قولي
هي رجعت اتصلت، معقول عندهم كاشف؟ لك شبكي؟ ما بعرف شو صار، يمكن فصل الخط. ارجع اتصلي مرة تانية. ما ترد يا حمار. حاضر معلم. الو. مرحبا عمي ابو ليلى، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون ام ليلى؟ انا عواطف. اهلين اهلين عواطف. شو بدي اقول لك، لازمني شويه اغراض بس ما فيني اجي اخذهم. في شيء سأله اذا بعثت لي اياهم؟ لا ابدا ما في. لا ابدا ما بتقلي. هلا بعثت لك اياهم البطل الوليد. شو هن؟ ايه بدي شويه خرز وبراق وورد صغير من اللي اخذتهم المره الماضيه. ايه بعث لي اياهم.